حسب الكلام اللي قالوا، وأيضا القرار اعتبروا متاجرة من السيد الياس الفخفاخ بروح الفقيد حمادي العقربي. آخر فقرات الحوار معاك توت شويت. أليرت روج. أليرت روج. 4 أكتوبر 2020، مئوية النادي الإفريقي. لو جماهير النادي الإفريقي، جماهير العريضة، شمسي جوهر. لا لا، خاطر ولي نحكيو على الإفريقي والترشيد، ولا باش نحكيو على اللي كي على الفرق. باهي نرجع سي جوهر لسؤالي. أنا راني موقعي ندافع كان على نجم رياض الرادس اليوم، ما يمسالش مصر. لكن أنت مسؤول على مدينة رادس وملعب رادس. لو جمهور نادي الإفريقي يطلب الاحتفال يكون في ملعب رادس. أول حاجة هي منشأة تابعة الحي الأولمبي، يعني حتى كي باش يقدم مطلب نتاعو الجمهور نادي الإفريقي باش يقدمه للحي الأولمبي ورئيس الحي الأولمبي، ولا هو أن يوافق أو لا يوافق، هذيك حاجة تخصهم. ومع عند البلدية يعني لهنا، إذا كان نحن باش شو علاش احنا البلدية باش نرفضوا ولا نقبلوا، يعني ما عنديش حتى قلق، بالعكس إن شاء الله النادي الإفريقي يرجع زاد حتى هو للتتويجات، وإن شاء الله تتأهل الفريق ويرجع إلى المقام اللي كان فيه. به هدية من مدينة رادس للنادي الإفريقي في مئوية متاعه، تغيير اسم الملعب لسعد الورتاني. الله يرحم هالقامات هذه نتاع الكرة، ولا يرحم لسعد الورتاني، ولا يرحم الرخيصة. وانا يظهر لي كان انا بيدي كان مسمي الان، وحتى انا مش تاجر يعني نقول نعطيهم وما نعطيهمش، انا هذا ليس بدوري. انا ماذا بيا العالم تونس تقعد ديما الفوق، وذاك ليش حتى كي صار جدال ليله الوحده اللي فضها بين هالموقف هذاك هو عالم تونس. كلهم اللي نسمعوا فيهم دوما كل لعبوا في الفريق القومي، ما همش فرق. انا نحب نعمل نقول انا ربما كانت لهم برشا يقول علاش ما كانش لهمش ابواب، والا واحد باب يكون باسم من اسماء هذيا باش يحافظوا على تاريخهم. وكما قلت نحطوا اسماء وفي الاخر ما يلعبوش في ليكيب ناسيونال، خاطر نوع ماهوش هومولوجي في الفيفا، ولي نعيب. دونك احنا دورنا كسلطات محليه جهويه مركزيه الساعه يلزمنا نوفروا نحطوا الامكانيات ونوفروا تكون منشات يعني عالميه على الاقل باش يكون عندها صدى. ترى بين الاسعد الورتين والهدي برخيصه شكون لسه ما ينجم يكون على الملعب؟ انا لا، اول حاجه ساعه علاش انبسطوا، اول حاجه يرحمهم هما الاثنين. ربي يرحمهم. نعرف.